دول اصدقاء محمود الله يرحمه، متربيين معاه من المنصوره وعشت عمره، وكانوا معاه على الترابيزه. هم كانوا مجموعه 12 ولد وبنت، من ضمنهم الله يرحمه محمود وخطيبته، وهم كانوا معاه على الترابيزه. طبعا والد كريم صديق ليا كلمني وقال لي اللي حصل، فطلب مني ان انا اتولى الدفاع فحضرت. طبعا هو حصل لهم حاله احتجاز بدون وجه حق، احتجاز بدون وجه حق، وعمليه مترتبه من الاول يا احمد بيه. مترتبه لان في، بمعنى ايه؟ قول لي الشكل القانوني. هقول لحضرتك هقولها عشان الناس تفهمها، وهقول لحضرتك القانون بتاعها ايه. هو الراجل كان بيستهدف الربح فقط، لا شيء، عايز يحط مينيمم تشارج 100 جنيه حد ادنى 100 جنيه لكل واحد قاعد على الترابيزه. في الترابيزه ال 12 هم عايزين منهم 1200 جنيه بغض النظر انت شربت ايه او ما شربتش ايه او خدت ايه. هو الماتش وماتش مصر والكاميرون مهم وعايز فعارف ومتوقع ان في عدد ضخم جاي له من الجست من الرواد للكافيه، فمستعين بباونسر اللي هم الاولاد البودي جاردات، جايبهم بالاجره لليوم دوت. عددهم كان ضخم جدا العدد، ومدي تعليمات للاستاف كله بتاعه ان مجرد ما الماتش هيخلص الباب هيتقفل لغايه لما يحصل من الناس، واللي هيخرج يخرج بتعليمات منه اللي هو صاحب الكافيه والمدير الاثنين. فطبعا كان في الماتش كان متاخر، خلص في بنات عايزه تروح قبل الساعه 12. المشكله بدات من هنا، من فكره ان احنا طب ما احنا قاعدين على الترابيزه روحوا البنات. فجم بنتين يمشوا فتم دفعهم وزقهم والتعدي عليهم، فبدات البنات تصرخ. خد بال حضرتك من هنا بدا يحصل موضوع الشد والجذب. فاحنا عندنا واقعة بيعدي ليها ولازم تتوقع منها مشاكل طالما انت بتعمل مينيمم تشارج بره اطار القانون. واخد بال حضرتك بيعدي ليها ابتداء من قبل الماتش، يعني في اعداد ليها مسبق. لا دي معلومة ولا من اقوال من الناس أقوال ولا الناس تحليل حضرتك؟ ده اقوال في النيابة، انه في اعداد للموضوع ده. ده اقوال في النيابة يا فندم، اقوال في النيابة، الشهود قايلين كده في النيابة النهاردة. لان هم داخلين شايفين العملية متجهزة. واخد بال حضرتك؟ ومحدش اللي مش هيدفع هيحصل له بالظبط، هيتم الاعتداء عليه، هيتم الاعتداء عليه، هيحصل مشاده، جايب انا بودي جاردات عشان يتم. وده اللي حصل. المجموعه بتاعت محمود وترابيزته تحديدا، هم لما حصل الهرج والمرج والشد في الطابق العلوي الطابق اللي فوق، واخد بال حضرتك، تم دفع المجموعه دي لسلم خاص بعيدا عن بقيه الرواد، واخد بال حضرتك، وهم نازلين بيتزقوا وبيتضربوا. بيقول لهم هي بلطجه ولا ايه؟ قالوا له انتوا هتشوفوا لسه البلطجه تحت. ده دلوقتي رسمي في النيابه الكلام ده، رسمي في النيابه، انا مسؤول عنه. ايوه دي اقوال الناس بتوعي. نعم، واخد بال حضرتك؟ الكلام دوت انتوا لسه هتشوفوا البلطجه، لسه هتشوفوا البلطجه تحت. ايوه، واخد بال حضرتك. لما نزلوا تحت، لما نزلوا تحت حصل برضو بعض المشدات في الصاله اللي تحت، لغايه لما تم دفع. هو طبعا مش عايز يكسر المحل بتاعه من جوه، مش عايز اي شيء جوه. وتم اقتياد الولاد اقتياد كده هوت للخارج لغايه الباب الرئيسي بتاع المحل. من هنا بدات المعركه تبقى معركه بجد. ومن هنا استخدم الاله الحاده اللي استخدمت فيه محمود الله يرحمه وطعنته وادت الى وفاته. ما لحقوش طبعا الولاد، يعني المساله هم ما لحقوش. ما لحقوش حاجه، هم على بال ما يعني دفعوا هذا الدفع للخارج وحصل التعدي بره وحصل المشكله دي كلها بره، الولاد ما لحقوش حاجه. تمت الغزه وفقا لاقوالهم. شافوا ايه الجريمه هنا؟ شافوا هم الولد اللي اسمه فزاع دوت. مين اللي شافوا؟ هم الولاد. الولاد شافوه. شافوه وهو بيضرب. هو حضرتك محاميهم. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ دول تم اعتدى عليهم واتضربوا. اتضربوا بس بدون اصابات، لان هم يعني كان دفع وزق واهانات فوق. انا بقول لحضرتك هو كان حريص على ان المحل ما يتكسرش، وحريص على ان باقي الرواد ما يحصلش هرج ومرج وحد يهرب عشان الفلوس. برضو يعني هو في النهايه الفلوس الفلوس الفلوس. ايه التهمة هنا؟ التهمة إيه هنا؟ عندنا قانون هنا. عندنا قانون. عندنا البعض بيصور ايه ده خناقة وثلاث سنين بقى وخمس سنين، كل سنة طيبين خلاص. وبعض التاني يقول لك ده بره المحل، ده السلم ده اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ملوش علاقة بالمحل ده، في حتة تانية ده خالص. ده مشروع اجرامي واحد. انا بسأل حضرتك، انا بقول لحضرتك القانون كده، كل القانون مشروع اجرامي واحد. بدأ من فوق استمر لغاية تحت لغاية باب المحل. تقول لي بقى بره جوه، قول اللي انت عايزه، يعني الموضوع مش هيفرق كتير كمشروع اجرامي واحد. احنا بنتكلم على تهمة البلطجة، وده كان ايام المجلس الاعلى للقوات المسلحة لما تولى المسؤولية في اعقاب اللي حصل في يناير. اصدر مرسوم بقانون باضافة تهمة البلطجة، وحط فيها ان لو حصل قتل مع البلطجة العقوبة تبقى الاعدام
خد بال حضرتك. ده لسه موجود؟ موجود موجود. مادة 375 مكرر، ما انا قدمتها النهارده في البلاغ بتاعي. اه. العقوبة تبقى الإعدام. الإعدام. واخد بال حضرتك؟ فاحنا عندنا بلطجة مصحوبة بالقتل بإعدام، احتجاز بدون وجه حق لكل الرواد اللي كانوا موجودين، بالمناسبة مش بتوعي وبس. اه. اللي عايز بقى يتقدم ببلاغ ده موضوع اللي كان موجود واحتجز. واخد بال حضرتك؟ مش المجموعة اللي أنا بمثلها وبس. واخد بال حضرتك؟ الاحتجاز بدون وجه حق الاشتراك لصاحب المقهى مع المدير بتاعه مع العمال مع الباونسرز. صاحب المقهى اللي هو مين؟ اسمه أسامة النجار على ما أعتقد. النجار. حاجة زي كده. مشترك ليه دور؟ طبعًا طبعًا طبعًا. آه. سواء زي. موجود أو مش موجود ليه دور؟ كان موجود يا فندم. لا كان موجود. كان قاعد فوق. آه. كان قاعد. أيوه كان موجود. يعني النجار اللي قدامنا ده كان موجود. آه كان موجود. آه. الولاد قايلين كده. قايلين كده. مش صاحب المكان مش المدير. بالظبط. صاحب والمدير الاثنين. الاثنين كانوا موجودين. صاحب المدير كان قاعد. طب ايه دور المسؤول ده محمود النجار؟ ليه مسؤوليه؟ لا بتكلم على المسؤوليه القانونيه. ده النيابه بقى هتبين الكلام دوت في التحقيق. آه. بس انا وجهه نظري طبعا انه مسؤول تماما، دي وجهه نظري انا القانونيه. آه. من الالف للياء، من ساعه لما اعد العده انا بقول لحضرتك انت جايب ليه بلطجيه او باونسرز او بودي جاردات، سميهم زي ما انت عايز. في النهايه انا بشوفهم بلطجيه. واخد بالك؟ الاجسام الضخمه ديت اللي بتخض الناس واللي تبقى واقفه 10 15 وهم هربانين دلوقتي. هربانين والمباحث بتدور عليهم. كم واحد؟ ما عنديش فكره بالظبط، هم كتير، الولاد قالوا دول كتير، ما كانوش قادرين. يعني اللي هم الاجسام الضخمه هم بيصفوهم طبعا بالاجسام الضخمه والبودي جاردات يعني. كان عددهم كتير. بخلاف الاستاف اللي لابس اليونيفورم بتاع اللي هم شغالين المقهى. اه طبعا كل ده واخد تعليمات ان الابواب تتقفل. في تعليمات. اه طبعا ده احتجاز بدون وجه حق. طيب خلينا حضرتك لما تبقاش قادر تخرج من مكان يعني، طب انت محتجز. هو ينفع كده؟ ودي جريمه. اه طبعا جريمه في